دونك بديع مرحبا بك. عسلامة. فيديوهات سمباتيك قريتو على فيسبوك. موسيقى والسلام. موسيقى والسلام. دونك تحكي لنا شوية على موسيقى والسلام. موسيقى والسلام فكرة عندها من نوفمبر نتاع العباد ديزارتيست اللي قاعدين يبدلوا كمان في وجه الموسيقى العربية ان فات يحاولوا بمشاريع نتاع سورتو نتاع تلحين نتاع كومبوزيسيون من مصر ولبنان سوريا سوريا مش يجيو من العراق فلسطين حاجة ولا من نوفمبر ثم عباد ثم هي اون بلاتفورم قاعدة تتكون دونك حابين نتقابل العباد الكل بخلاف بديع بحريزي شكون نجمو نلقاو ثم ريانا المرأة الكبيرة كميلة جبران هي باش تكون سورتو مع ضيفة شرف هي في حفل الاختتام ثم تامر أبو غزالي اللي هو من فلسطين ومؤسس حركة إيقاع ثم زايد حمدان من لبنان اللي كان قبل سوب كيلز دونك من أول عباد أول واحدة عملوا مجموعة تعمل إلكترو في العالم العربي ثم ياسمين حمدان اللي كانت قبل في الكومبو مع زايد حمدان مريم صالح من مصر شكون فما ثم من تونس بربروت ثم نشاز ثم مشروع ليلى مشروع ليلى من مشروع ليلى من لبنان ثم ابو مجيده من تونس ثم خيام اللامي من العراق عايش من العراق سوريا مجدي رابح معروف باسم بومش في جي وجرافيست وبرش حاجات اخرى ما عارفش شنيهم بومش تظاهر ثقافيه كيما موسيقى والسلام شنو تنجم تضيف للمشهد الثقافي شنو تنجم تزيد للمشهد الموسيقي في تونس اول حاجه شنو تنجم تزيد بارابور لي زارتيست لو فيت لي هي رونكونتر معناتها جايين من لبنان سوريا مصر فلسطين وباش تلاقاو كلهم اول مره لي زارتيست هذوما الكل في دونك فورسيمون فما ايشونج باش يصير كبير ياسر او نيفو ارتستيك في النيفو ميوزيكال كل شيء بور البوبليك سي ديكوفير تاع الجروبات هذوما خاطر يسمعوا بهم سمع معناتها من الانترنت وكل شيء اول مره باش يشوفوهم سوسين في تونس وشنو باش تضيف للفي كولتوريل في البلاد هذه اللي هي اول مره باش على شيء كبير ياسر باش يستعرفوا بالموسيقى البديله في البلاد هذه لا باس مادام الخيل جا في الاول لا باس مادام الفرسان غافل أولها باس مادام رصاصي خيط بديعة كيفاش كان التعامل مع وزارة الثقافة فيما يتعلق بتظاهرة الموسيقى والسلام احنا مشينا من الأول مشينا المندوبية الجهوية للثقافة حكينا مع عام الهادي محمد هادي جويني وهو احنا قلنا له ما انت ماذا بينا احنا ما عندنا حتى منفعة في الحكاية معناتها نحبوها الحكاية تصير وماذا بينا كانت تتبناها وزارة الثقافة نحب يكون اسم وزارة الثقافة موجود لأنه الحكاية بالرسمي تكون ثم تبدلت حاجة من بعد الثورة يعني وفلا ما هو عجبته الحكاية وقعدنا منه وقال ليه بديلة يزينا من الثورية درشناه ومن بعد قعدنا نحكيه وكل شيء عجبوه برشا الميزيسيان عجبته برشا الفكرة وفرانشمون معناتها واحد منا هو انا بدل لي برشا حاجات على العباد اللي تخدم في الوزارات واحد نقولها بوم باش نحكيو دون فاسون جينيرال الفنان اليوم في تونس فماشي حاجه تخوفه في المستقبل فماشي حاجه تخوفه في الحاضر والفنان ديجا في المستقبل كيفاش يوعد العباد انه مش يكمل يخدم بعض الفنانين الكل تاعو خايفين من المستقبل خاطر بيسكو ما ربحتش انت مازلت ما ربحتش الحريه نتاعك دونك تخاف خاطر قبل اوموا قبل كنت تعرف في شكون اللي فكاك لك الحريه نتاعك توا ما تعرفش شكون فكاك لك الحريه نتاعك الناس كل اي واحد يجم يتعدى عليك توا فماش معناتها بيسكو هذيك حاجه ماش ميسور دونك بارابور الكولتور الالتيرناتيف كانت تعجبني قبل خير من توا فرونشمون قبل كانت خير اوموا قبل كنا نعرفوا شكون بلوز او موان الانمي نتاعنا شكون يحط لنا في العصا في العجله وشكون نعرفوهم ظاهرين توا الضرب من جهات الكل توا انت فنان شنو معناها فنان؟ بديع كيما حكي بومش توا قال لي فما معناتها مازلت متواصله التجديدات وفما حريه الفكر والابداع تحسها مازلت مهدده في تونس ومازلنا توا ما اطلقناش يدينا كيما يلزم. بديع من موقعك انت
كيفاش تنجم تتصرف مع التهديدات من نوع هذا؟ أنا عمري ما حسيت، مش حسيت التهديدات، لكن مثلا قبل ما يمنعني حد شيء نحس في روحي أنا حرة. معناتها أنا جاسوم لي كونسيكونس نتاع أي حاجة باش تصير، مانيش ما بدل لي حد شيء، لا قبل بدلتني ولا توا باش تبدلني. معناتها إذا كان نحب نحط ولا سامي كان ثم أكثر حاجة توا الفنانين يحكيوا عليها هي السلفية، أنا تظهر لي سلفية هذه فما حاجة، ثم استعمال سياسي للحكاية هذه، وثم حاجة قاعدة تصير ما هيش هي، ثم خلط ما بين الجهادية والناس اللي جوست طلاب العلم. واحد أنا مش عاجبتني، هذوكم إخواتي زاد ولاد حومتي، نعرف بعباد ترانكيل عمر ما هو بالعكس، مع تجي يقول نحب موزيكتك وموت على موزيكتك ورشني. ما يعني التهديد ما يسمكش، كي واحد يقول لك اسكت تسكت، ما بيان سور ما عادش فما فن بالطبيعه، دونك لي مانيش سكت.